يعطيكم العافية جميعا في محاضرة أخرى من محاضراتنا للأناتومي لطب الأسنان. إن شاء الله محاضرة اليوم هي نهاية موضوع الجلوتيال ريجن بشكل عام. إحنا قسمنا هذه المحاضرة قسمين نظرا إلى طول الملف، فهذا هو الجزء الثاني من المحاضرة. بدنا نستكمل بداية العضلات اللي بدنا ناخذها في الجلوتيال ريجن. بدنا نحكي عن عضلة اسمها تنسور فاشيلاتا. تنسور فاشيلاتا يا جماعة الخير هي هاي العضلة اللي بتعمل انسيشن وين على الاليوتيبيال تراكت، بعمل انسيشن وين على بتعمل انسيشن على اللي على الاليوتيبيال تراكت. من وين طالع هاي تنسور فاشيلاتا؟ طالع من الاليك كريست. من الاليك كريست يا جماعة الخير متذكرين حكينا بالاليك كريست، في عندي هون تيوبيركل وانا وريتكم اياها المره الماضيه، اذا انكم متذكرينها بتكون موجوده هون تقريبا. قلت لكم من هون في عندي من هون تيوبيركل. هاي تيوبيركل اللي سميناتها ايش؟ سميناتها شو سميتها؟ سميتها تيوبيركل اوف ذا اليك كريست، وهي هي التيوبيركل اللي طلع منها الاليوتيبيال تراكت المره الماضيه. تمام؟ هسه المساحه اللي بين التيوبيركل والانتيريور سوبيريو اليك سباين، هاي المسافه اللي هون، هاي بيطلع منها مين؟ بيطلع منها التنسور فاشيلاتا. اذا التنسور فاشيلاتا تمام تطلع من الاليك كريست ما بين الاليك تيوبيركل والانتيريور سوبيريو اليك سباين، تعمل انسيرشن وين على الاليوتيبيال تراكت. ايش النيرف سبلاي لها؟ السوبيريور جلوتيال نيرف، السوبيريور جلوتيال نيرف. تمام. هلا السوبيريور جلوتيال نيرف بغذي عندي لحد الان احنا اخذنا ثلاث عضلات، شو هم؟ جلوتيوس ميديوس، جلوتيوس مينيموس، اند تنسور فاشيلاتا. اما الجلوتيوس ماكسيموس تذكروا انه بغذيها مين؟ ذا انفيريور جلوتيال نيرف، ذا انفيريور جلوتيال نيرف. هلا شو الاكشن تبع التنسور فاشيلاتا؟ جماعه الخير متذكرين لما حكيت لكم عن الجلوتيوس ماكسيموس انها بتعمل انسيرشن على الاليوتيبيال تراكت، ولما تعمل كونتراكشن زي بتعمل تايتنينج او بتشد الاليوتيبيال تراكت وبتعمل استابلايزيشن او بتثبت الاكستنشن للني. نفس الشيء التنسور فاشيلاتا، نفس الشيء التنسور فاشيلاتا لما تعمل كونتراكشن بتعمل زي استابلايزيشن او بتشد الاليوتيبيال تراكت، فالاليوتيبيال تراكت بيساعد على الاكستنشن اوف ذا تي، بيساعد على الاكستنشن اوف ذا تي اوف ذا ني. تمام؟ او بيثبت الاكستنشن اوف ذا ني. ف طبعا هون دكتور كتب لكم شغله انه as long as the iliotibial tract remains in front of the axis of the flexion of the knee it assists in keeping the knee extended. شو يعني؟ يعني مثل الخير احنا هاي معلومه حكيناها من زمان بس هاي مكتوبه بلغه فانسي، تمام؟ يعني بكلمات صعبه، فقط الفكره طالما انه الاسيشن الاليوتيبيال تراكت في الانتيريور، الانتيريور عني راح يعمل اكستنشن، لو كان انسيشن له على البوستيريور راح يعمل ايش؟ فليكشن عني. تمام؟ فليكشن ايش على الني. هاي الفقره كلها اللي بدي اياكم تعرفوها منها انه الانسيشن الاليوتيبيال تراكت بيجي انتيريور على الني، فهو بيساعد في الاكستنشن وليس في الفليكشن. تمام؟ في عندي عضله، في عندي كمان عضله سو اسمها البيريفورمس. هاي البيريفورمس يا جماعه الخير مرت معنا المره الماضيه اذا انكم متذكرين، الا انها قسمت السوبيريور جلوتيال نوتش لايش؟ لجزئين، جزء فوق بيطلع منه السوبيريور جلوتيال نيرف، جزء تحت بيطلع منه الانفيريور جلوتيال نيرف مع البدندال نيرف والسيتيك نيرف والبوستيريور كوتينيوس نيرف والساين. تمام؟ لكن هاي العضله من وين تكون اصلا موجوده؟ هاي العضله يا جماعه الخير موجوده اصلا وين؟ في ال موجودة اصلا وين؟ موجودة اصلا في الحوض، في الحوض من جوا، مشان احنا نشوفها لازم نيجي من هون. هاي هي الاوبتريتور انترنس. سوري، هاي هي البيريفورمس. هاي هي البيريفورمس يا جماعة الخير. شوفوا كيف؟ شوفوا كيف طالعة من جوا الحوض، طالعة من جوا الحوض، ماسكة بالساكرال فيرتبري، ماسكة بالساكرال فيرتبري، بعدين طالعة من الجريتر سايتك نوتش، وهي طالعة قسمة الجريتر سايتك نوتش لإشي فوق لإشي تحت، سوبيريور اند انفيريور كومبارتمنتس، بعدين ظلت رايحة لتحت مشان تعمل انسيشن وين؟ على الجريتر تيوبيركل، على الجريتر تيوبيركل لاترالي، راح تعمل انسيشن وين؟ على الجريتر تيوبيركل لاترالي. تمام؟ إذا زي ما حكينا لكم separate the superior gluteal vessels and nerves from the inferior gluteal vessels and nerves، لأنه حكينا أنه superior gluteal artery superior gluteal vein and superior gluteal nerve بيطلعوا من فوقيها. inferior gluteal artery inferior gluteal vein inferior gluteal nerve بيطلعوا من وين؟ بيطلعوا من تحتيها. تمام؟ فالأوريجن لإلها من الأنتيريور سيرفيس للسكند ثيرد أند فورث ساكل فيرتبري، زي ما احنا شفنا هون هي بتطلع من الساكل فيرتبري على طول. تمام؟ هي السكند ثيرد أند فورث ساكل فيرتبري، بعدين بتضلها نازله لتحت وتعمل انسيشن على الابر بوردر اوف ذا جريتر تروكانتر اوف ذا جريتر تروكانتر. النيرف سبلاي لها، النيرف سبلاي يا جماعه الخير منطقيا هلا انا عندي من هون بيطلع الساكرال فيزلز، سوري الساكرال نيرفز، انا بيطلع شو في عندي؟ الساكرال نيرفز
تمام، ساكرال سباينال نيرفز، هذول فتحات الساكرال سباينال نيرفز، فالساكرال سباينال نيرفز بيكونوا كثير قريبين عليها، فخلص بعطوها هم ايش نيرف سبلاي على طول، بدل ما انها تروح تاخذ من اي محل ثاني من ال ال بيكون بعيد عليها. فمن وين بتاخذ؟ بتاخذ يا جماعه الخير من الانتيريور ماي اوف ذا فيرست اند سكند ساكرال نيرفز. هسه شو يعني انتيريور ماي؟ شرحناها المحاضره الماضيه انه سباينال نيرف يا جماعه الخير بس يطلع بنقسم لقسمين، قسم امامي بسميه انتيريور ماي وقسم خلفي بسميه بوستيريور ماي. ايش الاكشن اللي لها؟ الاكشن اللي لها بتعمل lateral rotation of the thigh at the hip joint. هسا العضلات الستة اللي راح نحكيها من هاي العضلة وبعديها شو اسمهم؟ اسمهم the lateral rotators, the lateral rotators of the hip joint. كلياتهم راح يعملوا lateral rotation، كلياتهم راح يعملوا شو؟ lateral rotation. خلصنا اول عضلة الا وهي البيريفورمس. في عندي عضلة بعضها او قبل هيك في عندي شيء بسميها بيريفورمس سيندروم او اللي هي متلازمة البيريفورمس. هل متلازمة يا جماعة الخير شو بتصير؟ بصير لما واحد يحط محفظة كبيرة في جيبته الخلفية بعدين يقعد عليها، فلما يقعد عليها بالطريقة هاي احتمال كبير يعمل كومبريشن لمين؟ يعمل كومبريشن أو يضغط على البيريفورمس مسل. تمام، يضغط على البيريفورمس مسل، وبس يضغط على البيريفورمس مسل على ايش راح يضغط؟ راح يضغط برضه على السياتيك نير، راح يضغط على السياتيك نير اللي هو اللي بيغذي البوستيريور كومبارتمنت كاملا، اللي بيغذي ايش؟ البوستيريور كومبارتمنت كاملا. تمام، اذا فممكن يعمل انجري لمين؟ للسايتك نيرف. بيعمل انجري للسايتك نيرف، شو بسميها؟ بيريفورمس سيندروم. مشان هيك لها اسم ثاني اسمها فات ولت سيندروم، لانه هي اسوشيت مع المحافظ اللي بتكون كبيره نوعا ما، فالانسان بس يقعد عليها لفترات طويله ممكن يضغط البيريفورمس مسل ويضغط مين؟ السايتك نيرف، ويضغط مين؟ السايتك نيرف. فمشان هيك بسميها فات ولت سيندروم. تمام، هسه في هون يا جماعه الخير هون كاتب لكم this particular syndrome mimics sciatica. ايش هي السياتيكا؟ السياتيكا يا جماعه الخير طبعا انتم ما اخذتوها، لكن هي اصابه لا السياتيك نير نتيجه ديسك، نتيجه فتق في العمود الفقري. تمام، ما بدي اياكم انكم تدخلوا في كثير تفاصيل لها، بس السياتيكا يا جماعه الخير السياتيكا هي عباره عن اصابه هي عبارة عن إصابة ل خليني أوريك إياهم هم مشان تضلها في بالكم. نعمل إكسيت. شوف يا جماعة الخير لما نروح على العمود الفقري من وراء نقيم هاي اللاتسمس، نقيم تحتيها السيراتوس بوستيريور، بعدين نقيم باقي العضلات مشان احنا نشوف، او خلاص نقيم كل العضلات. شوفوا هون يا جماعه الخير، شوف هسه انا عندي هون العمود الفقري. هسه العمود الفقري ايش في بيناته؟ في بيناته هذول الفقرات اللي هو انترفيرتبرال ديسك، انترفيرتبرال ديسك. هسه مرات مع التقدم في العمر وضعف هاي الديسكس، ولما الانسان يكون يحمل اوزان كثيره هذا الديسك مرات بيطلع محله، بيطلع ايش؟ بيطلع من محله، فبيضغط على الاستراكشرز الموجودين هون. فكثير مرات طبعا اغلب طبعا هاي سبب الديسك، اغلب الديسك وين بصير؟ بصير في الجزء الاسفل، الجزء السفلي او في الجزء العلوي من السبينال كورد، مش بالنص يعني، يا بيكون بالجزء السفلي من عند اللمبر فيرتبري عند الساكرال فيرتبري، يا بيكون في الجزء العلوي عند السيرفايكال فيرتبري عند ايش؟ الرقبه. مشان هيك الناس اللي عندهم ديسك يا رقبتهم بتوجعهم يا جزء يا ظهرهم الخلفي اللي بيوجعهم. فالناس اللي او بس يصير في عنده هيرنيات الديسك او بس يصير عنده فتق في الديسك او بس يطلع الديسك من محله ممكن يضغط على النيرفز اللي طالعين او موجودين هون. احد اهم النيرفز الموجودين هون بيكون بالعاده اللي هو السايتك نيرف. السايتك نيرف، فالسايتيكا يا جماعه الخير هي عباره عن انجري او عباره عن السايتيكا يا جماعه الخير هي عباره عن انجري للسايتيك نيرف نتيجه ايش؟ نتيجه اللي هو هرنيات الديسك، نتيجه هرنيات الديسك او اللي هو فتق او ديسك او ما الى ذلك، كلها نفس الاسماء. طيب في عندي عضله ثانيه اسمها اوبتريتور انترنس. اوبتريتور انترنس، هاي الاوبتريتور انترنس يا جماعه الخير وضعها ثقيل دم شوي. عشان نشوفها احنا بدنا نقيم كم عضله. نقيم الجلوتيوس ماكسيموس، نقيم الجلوتيوس ميديوس. طبعا من وين بتشوفوها الاوبتريتور انترنس؟ كيف تكون تشوفوها؟ هي يا جماعه الخير العضله اللي التندون لها، هي العضله يا جماعه الخير اللي التندون لها اللي طالع من وين؟ طالع من الليسر سايتك. الليسر سايتك نقيم هاي، هاي هي التندون اللي تبعها اللي طالع من وين؟ من الليسر سايتك. زي ما حكينا المره الماضيه حكينا انه الاوبتريتور انترنس مع النيرف اوف ذا اوبتريتور انترنس كلياتهم من وين طالعين؟
كلياتهم طالعين من الليسر سايتك. الليسر سايتك هاي الاوبتريتور انترنس مصري يا جماعه الخير، من طالعه اسمها اوبتريتور لانها ريليتد تو اوبتريتور فورامين. هاي الفورامين اللي بتكون بين الاسكيم والبيوبس، شو بسميها؟ بسميها اوبتريتور فورامين. ف وحول الاوبتريتور فورامين اذا كنتم متذكرين حكينا انها بتتغطى في ميمبرين، بتتغطى في ميمبرين، فشو بسميه اوبتريتور ميمبرين. فالاوبتريتور انترنس تطلع من حواف الاوبتريتور فورامين وبتطلع من الاوتر سيرفيس اوف ذا اوبتريتور ميمبرين، بتضلها راجعه لورا مشان تعمل انسيرشن وين؟ على الجريتر تروكانتر، مشان تعمل انسيرشن وين؟ على الجريتر تروكانتر. ايش النيرف سبلاي لها؟ النيرف سبلاي لها اللي هو النيرف تو ذا اوبتريتور انترنس. النيرف تو ذا اوبتريتور انترنس مش موضح هون؟ صحيح مش موضح هون، بس هي هاي واضحه عندكم، طالعه هاي المصل طالعه ورايحه من عند الليسر سايتك نوتش وراح تعمل وراء انسيرشن على الكريتر تروكانتر. اذا هي طالعه من البلفيك سيرفيس اوف ذا اوبتريتور ميمبرين. شو يعني بلفيك سيرفيس؟ يعني اللي جاي جوا البلفيس، هي الاوبتريتور ميمبرين، الجزء الداخلي او الجزء هذا الداخلي منه بسميه اوبتريتور ميمبرين. هذا شو بسميه؟ بسميه الاوتر سيرفيس. شو بسميه اوتر سيرفيس؟ اذا هي طالعه من الانر سيرفيس او البلفيك سيرفيس اوف ذا اوبتريتور ميمبرين، تمام، والسراوندينج بونز اللي هي الاوبتريتور فورامين. بعدين راح تروح عن طريق الليسر سايتك فورامين عشان تدخل الجلوتيال ريجن. التندون، التندون في شغله ما حكيت لكم اياها يا جماعه الخير، انه انا في عندي عضلتين، هون انا قمتهم، قمت واحده منهم. في عندي فوقيها عضله بسميها انفيريور جيميلاس، وفي عضله فوقيها بسميها سوبيريور جيميلاس. في عندي انفيريور اند سوبيريور جيميلاي. هذول السوبيريور اند انفيريور جيميلاي كلياتهم بيتحدوا في تندون واحد، وبيعملوا انسيرشن وين؟ على اللي جريتر تروكانتر. بنعمل انسيرشن على جريتر تروكانتر. اذا ذا سوبيريور جيميلس، ذا اوبتريتور انترنس اند ذا انفيريور جيميلس كلياتهم بيتحدوا مع بعض مشان يعملوا انسيرشن وين؟ على اللي جريتر تروكانتر. مشان يعملوا انسيرشن وين؟ على اللي جريتر تروكانتر، تحديدا على الاوفر بورت اوف ذا جريتر تروكانتر. طبعا النير تو ذا اوبتريتور انترنس اللي بيطلع من الساكل بلكسس، والاكشن لها لاترال روتيشن، لاترال روتيشن زي ما حكينا. في عندي جيميلس سوبيريور، الجيميلس سوبيريور هاي هي يا جماعه الخير طالعة من ال spine of the ischium، طالعة من spine of the ischium، رايحة تعمل insertion مع الobturator internus. رايحة تعمل insertion مع مين؟ مع الobturator internus. هسه هي قريبة من الobturator internus، مثلا هيك العصب اللي رايح على الobturator internus اللي اسمه nerve to obturator internus راح يغذي superior gemellus كمان مرة، راح يغذي ايش؟ superior gemellus. إذا the nerve to the obturator internus هيخلوه في بالكم، ما بيغذي فقط الobturator internus وإنما بيغذي أيضا ايش؟ بيغذي الجيميلس superior، والأكشن لها طبعا هيكون lateral rotation of the hip. الانفيرير اوف ذا جيميلس راح تطلع من الابر مارجن، الابر مارجن اوف ذا اسكيل تيبرسيتي من هون. يا جماعه الخير شوفوا كيف طالعه هاي الاسكيل تيبرسيتي، هاي الاسكيل تيبرسيتي هي طالعه من الابر بورتر. هاي الاسكيل تيبرسيتي عم تكون هي طالعه من الابر بورتر اوف ذا اسكيل تيبرسيتي، وراح تعمل انسيرشن على الابر بورتر اوف ذا جريتر تروكانتر. ايش النيرف لها؟ النيرف لها اللي هو نيرف تو كوادريتس فيمرس فروم ذا ساكرال بلكسس. ايش هو النيرف تو ذا كوادريتس فيمرس؟ هسه حكينا في عندي انا الساكرال بلكسس بيودي تو نيرفز، هذول رايحين في اي بي. شو يعني رايحين في اي بي؟ يعني رايحين رايحين وين يا جماعة الخير؟ يعني رايحين على عضلات خاصة فيهم. يعني في عندي نيرف سميته نيرف تو اوبتريتور انترنس رايح على اوبتريتور انترنس خصوصي، في عندي نيرف اسمه نيرف تو كوادريتس فيمرس رايح على كوادريتس فيمرس خصوصي، تمام. فالنيرف تو اوبتريتور انترنس بيغذي الاوبتريتور انترنس مع سوبيريور جيميلس. نيرف تو كوادريتس فيمرس هاي هي الكوادريتس فيمرس، بيغذي الكوادريتس فيمرس مع الانفيريور جيميلس مع بعض، بيغذي الانفيريور جيميلس مع الكوادريتس فيمرس، تمام. في عندي كمان عضلة اسمها اوبتريتور اكسترنس. الاوبتريتور اكسترنس طالع من الاوبتريتور ميمبرين من الاوتر سيرفيس له، وحكينا عنها يا جماعه الخير وين؟ حكينا عنها في الانتيريور كومبارتمنت اذا انكم متذكرين، مش هناك ما في داعي نعيدها الان، لكن نحكي على السريع. الاوبتريتور نيرف بيغذيها، بيغذيها الاوبتريتور نيرف، وبيغذيها برضه ايش يا جماعه الخير؟ بيغذيها برضه الفيمورال نيرف. هي تتغذى بوث ذا فيمورال نيرف اند ذا اوبتريتور نيرف. الاكشن راح تعمل لاترال روتيشن اوف ذا هيب، لان هي واحده من السكس لاترال روتيترز اوف ذا هيب، سكس شورت لاترال روتيترز اوف ذا هيب تو بي مور سبيسيفيك. الانسيرشن راح تروح على التروكانتريك فوسه، وهي الفوسه اللي تم بين الجريتر تروكانتر اند ذا ليسر تروكانتر. في عندي العضله اللي هي كوادريتس فيمرس راح تروح على اللاترال مارجن اوف ذا اسكيلر تيبرسيتي. ذاكرين السوبيريور جيميلس، السوبيريور جيميلس طلعت من الابر بوردر اوف ذا اسكيلر تيبرسيتي، بينما الكوادريتس فيمرس ما راح تطلع، الكوادريتس فيمرس راح تطلع من اللاترال سيرفيس اوف ذا اسكيلر تيبرسيتي. هي الكوادريتس فيمرس لو نعمل لها ايزوليشن، هيها
طالعة من ال lateral border of the ischial tuberosity، برضو راح تعمل insertion وين؟ على ال quadrate tubercle of the intertrochanteric crest. شو يعني؟ هسه أنا في عندي زي crest واصل ما بين the great retrocanter and lesser retrocanter. في ال crest لسه في منطقة بارزة فوق ال crest، هاي شو بسميها؟ بسميها the quadrate tubercle of the intertrochanteric crest. The quadrate tubercle of the intertrochanteric crest. من وين بيجي؟ من وين بيجي النيرف سبلاي لها؟ بيجي طبعا نيرف تو كوادريتس فيمرس، بيجي لها نيرف خاص فيها، نيرف تو كوادريتس فيمرس، والنيرف تو كوادريتس فيمرس راح يخدي الكوادريتس فيمرس مع الانفيريور جيمينلس، مع الانفيريور جيمينلس، وراح تعمل لاترال روتيشن اوف ذا هيب جوينت، وراح تعمل سبورت اوف ذا هيب جوينت. شو يعني سبورت؟ يعني ايش؟ بتقويه، بتدعمه، تمام؟ فقط دعم، لكن الاكشن ذا مين اكشن لاترال روتيشن اوف ذا هيب جوينت. إذن هذول 6 lateral rotators اللي حكينا عنهم اليوم، piriformis, obturator internus, obturator externus, superior. باخذ هو من كل الساكرال بلكسس، على الصوره راحت، باخذ من كل الساكرال بلكسس ما عدا الروت الاخير للساكرال بلكسس. هذا هو ستاتيك نيرف عملاق جدا، بيطلع من الجريتر سايتيك نوتش تحت البيرفورمس مسل، هو نازل تحت راح يغذي على الاسكيلس، راح تمر على الاسكيلس باين، بمر من فوق السوبيريور جيميلس، بمر من فوق الابتريتور انترنس، بمر من فوق الانفيريور جيميلس، بمر من فوق الكوادريتس فيمرس، بعدين بينزل لتحت، بصير ما بين، بصير مغطى فوق بالجلوتيس ماكسيمس، وبصير من تحت في الادكتور ماجنس. هاي الادكتور ماجنس مع الخير، هاي هي الادكتور ماجنس، خليها قدامكم عشان ايش تضلكم. هاي الادكتور ماجنس، هاي الادكتور ماجنس، هاي تمام. فهو بيكون ايش؟ بيكون هي انتيريور، الادكتور ماجنس تجي انتيريور لايش؟ للسايتك نير، للسايتك نير، تمام. بيكون هو back to the adductor magnus muscle related posterior to the posterior cutaneous nerve of the thigh and the gluteus maximus. هذا النيرف الكبير هون بيجي posterior، طبعا انا عارف بالرسم انه جاي على نفس المستوى، لكن هو حقيقه بيكون posterior لانه بيطلع لبرا، هذا بيطلع ايش؟ لناحيه الجلد، فبصير يطلع لفوق، تمام. فال posterior cutaneous nerve of the thigh بيكون posterior له، والجلوتيس ماكسيمس هي العضله الكبيره اللي احنا قصيناها، برضه حتكون posterior له، برضه حتكون ايش؟ posterior له، تمام. هذا ملخص للعضلات اللي حكيناها اليوم. بنحكي عن two important arteries ألا وهم superior gluteal artery and inferior gluteal artery. جماعة الخير شوفوا عندي هون، أنا في عندي هذا، شو هذا؟ هذا ال common iliac artery، هذا ال common iliac artery، تمام؟ هذا ال common iliac artery، هذا ال common iliac artery، طالع من وين؟ طالع من الأبدومينال أيورتا. لا سوري، هذا الأبدومينال أيورتا، هذا الأبدومينال أيورتا itself. الأبدومينال أيورتا بينقسم لقسمين، بنقسم لا كل واحد منهم بسميهم common iliac artery. شو بسميه common iliac artery؟ ال common iliac artery بنقسم لقسمين، بنقسم لا external iliac artery and internal iliac artery. ال external iliac artery اللي هو بيكمل كfemoral artery اللي حكينا عنه أكثر من مرة من قبل. إذا ال external iliac artery بيكمل كإيش؟ كfemoral artery. بينما ال internal iliac artery لا، راح يروح في داخل البلفس. طبعا femoral artery راح يطلع من البلفس تحت الانجوينال ليجمنت، يروح يدخل femoral sheath والfemoral canal ومش عارف إيش، ويظل عبين ما يصير popliteal artery وما إلى ذلك. لكن superior gluteal artery superior لكن superior gluteal artery لكن سوري الانترنال ايليك ارتري راح يروح في داخل البلفس ويغذي ايش؟ ويغذي بعض المناطق هناك، بعطي احد البرانشز بسميه سوبيريور جلوتيال ارتري. السوبيريور جلوتيال ارتري راح يطلع من البلفس من وين؟ من الجريتر سايتك نوتش فوق البيرفورمس مسل. هاي البيرفورمس مسل وهي السوبيريور جلوتيال ارتري، راح يعطي عندي انذر برانش بسميه انفيريور جلوتيال ارتري. انفيريور جلوتيال ارتري برضه راح ينزل من راح يطلع من السايتك فورامن تحت ايش؟ تحت البيرفورمس مسل. إذا في عندي superior gluteal artery طالع من internal iliac artery، بيطلع أو بيغادر البلفس عن طريق اللي هي the greater sciatic notch فوق البيريفورمس، بينما في عندي inferior inferior gluteal artery اللي هو بيغادر البلفس من ال inferior gluteal sorry اللي هو بيغادر البلفس من greater sciatic notch تحت البيريفورمس مسل، تحت إيش؟ البيريفورمس مسل، تمام. حكينا عن الانفيريور جلوتيال ارتري. طيب هسه انا في شيء عندي اسمه تروكانتريك انستموسس. شو فكره الانستموسس يا جماعه الخير؟ فكره الانستموسس نفس فكره البلكسس، بس اللهم بسميه انستموسس اذا كنت بحكي عن ارتريز، وبسميه بلكسس اذا كنت بحكي عن فين. ايش هي؟ شو يعني انستموسس؟ انستموسس يا جماعه الخير يعني هي عباره عن مجموعه من الارتريز، تمام. هاي مجموعه من الارتريز
بتعمل زي شبكة وبترتبط مع بعضها، بحيث إنه لو صار في مشكلة في أحد الأرتريز، لو صار في مشكلة في أحد الأرتريز يعوض الأرتريز الثانية، نعوض إيش الأرتريز الثانية. أنا في عندي أناستموزس هون حوالين التروكانتا، حوالين الجريتر تروكانتر، بسميه اللي هو تروكانتريك، هو تروكانتريك أناستموزس، بيكون برضه حوالين النيك أوف ذا فيمر، حوالين النيك أوف ذا فيمر. مين بيشارك فيه؟ بيشارك فيه ذا سوبيريور جلوتيال أرتري، مش مبين هون، خلينا نروح على السلايد اللي بعدها. بيشارك فيه ذا بيشارك فيه السوبيريور جلوتيال أرتري والإنفيريور جلوتيال أرتري والميديال سيركمفلكس ارتري واللاترال فيمورال سيركمفلكس ارتري، طالعين الفرونت فيمورال ارتري، طالعين الفرونت فيمورال ارتري، برضه ايش برضه البوستيريور اوبتريتور ارتري. طبعا هذا البلكسس وظيفته هو بيغذي الارتيريال سبلاي للفيمورال هيد، بيغذي الارتيريال سبلاي للفيمورال هيد. هاي اهم وظائف للتروكانتريك انستموسس، هاي اهم وظائف ايش للتروكانتريك ايش انستموسس. في عندي شيء ثاني بسميه اللي هو كروشيات انستموسس، هو هذا انذر انستموسس. Another anastomosis هذا وين بيكون؟ بيكون حوالين الليسر تروكانتر، بيكون على مستوى الليسر تروكانتر لتحت شوي، تمام، لتحت شوي. طبعا بيعمل كونكشن between the internal iliac artery and the femoral arteries، between the internal iliac artery and the femoral arteries. شو بيش مش ايش الارتريز اللي بيشاركوا فيه؟ الانفيريور جلوتال ارتري، الميديال فيمورال سيركمفلكس ارتري، لاترال فيمورال سيركمفلكس ارتري، اند ذا فيرست بيرفوريتنج ارتري. الفيرست بيرفوريتنج ارتري برانش من الفرونت ارتري، جماعه الخير، حكينا انه في عندي بيرفوريتنج ارتريز بتدخل عن طريق الماجنس مشان تطلع من الادكتور ماجنس، مشان تطلع من الميديال كومبارتمنت من البوستيريور كومبارتمنت اذا انكم متذكرين. هسه انا ليش ما يعني كثير ركزت على هذول الاشياء؟ لان الدكتور نفسه ما ركز عليهم، فانا ما حبيت اضيع وقتكم فيهم. فقط اقرأوا سلايدات بالنسبه لاخر كم سلايد هذا من هون، فقط من هون طالع، فقط اقرأوا سلايدات لان الدكتور ما ركز عليهم نهائيا، فانا ما حبيت اضيع وقتكم فيهم. اي سؤال، اي مره ثانيه حبيت تحلوا، يعطيكم الف عافيه.